من دمشق وريفها. أهلا بك معنا ديما، ما جديد التطورات الآن في دمشق وريفها في ضوء الحملة العسكرية التي تشنها عصابات الأسد على عدد من المدن والبلدات في دمشق؟ نعم، اليوم يعني أكثر من 39 شهيد في تصعيد عسكري واضح في قلب العاصمة دمشق، حيث انتقل اليوم التصعيد إلى شرق العاصمة إلى حي جوبر. بالنسبة لحي تشرين اليوم أيضا شرق العاصمة، ارتقى 5 شهداء بينهم سيدة هم حامد جربوع وفياض وياسمين جربوع وأيضا يوسف عبد الرحمن وكاملة داود من القامشلي، سيدة عمرها يزيد عن 46 عاما. هؤلاء الشهداء الخمسة أعدموا في مجزرة بشعة على يد شبيحة شارع الحافظ ذبحا بالسكاكين. هؤلاء الشبيحة الذين سلحهم النظام في تلك المنطقة وأطلق يدهم على رقاب الناس وسماهم اللجان الشعبية. أيضا اليوم قامت قوات النظام بإغلاق الطريق الواصل بين ساحة العباسين وحي جوبر بعد أن استخدمت تعزيزات جديدة إلى المنطقة، وبدأ بعدها قصف حي جوبر بقذائف الهاون بالدبابات. عدد من القذائف انهالت قرب ساحة البرلمان وسقطت إحداها في أحد المحال التجارية، أدت إلى ارتقاء الشهيد هيثم بكداش، وأيضا هناك عدد من الجرحى في الحي. في حي الحجر الأسود أيضا جنوب العاصمة دمشق، يعني انهالت القذائف على الحي واستشهدت ريما الشرحولي برصاص قناص وأصيب شخص آخر أيضا، وهناك دمار في عدة مباني سكنية واحتراق أيضا في مباني أخرى بسبب استمرار القصف. مخيم اليرموك أيضا هناك شهيدين، أحدهما فلسطيني جنسية برصاص القناصة. وحملات دهم واعتقالات اليوم يعني سجلت في الصالحية في حي العمارة في باب السلام، وأغلق الطريق الواصل لوزارة الخارجية القديمة بالتزامن في حي المهاجرين بالتزامن مع حفل الموت النبوي الذي حضره بشار الأسد كرسالة تطمين لمؤيديه أنه لا زال على قيد الحياة وموجود. نعم. في ريف دمشق اليوم هناك تصعيد واضح جدا، اشتباكات عنيفة على المتحلق الجنوبي، وأيضا إغارات جوية عنيفة على كل من عقربة والمليحة. في عقربة شب حريق هائل وشوهد في قلب العاصمة دمشق بسبب يعني الغارات العنيفة والاستهداف الواضح لعقربة منذ تقريبا ما يزيد عن 57 يوم. مليحة أيضا تعرضت لأكثر من 5 غارات جوية على البلدة وعلى أطرافها وعلى أطراف إدارة الدفاع الجوي والتي يحاصرها الجيش الحر، ولا زالت تشهد اشتباكات متقطعة يعني بين قوات النظام والجيش الحر. في جديدة عرطوز اليوم أيضا عثر أهالي البلدة في أحد البساتين على 7 جثث لشهداء تم إعدامهم ميدانيا أعدمتهم قوات النظام في المنطقة. في الريف الغربي اليوم هناك خبر يعني مفرح في دارية، حيث استطاعت يعني الجيش الحر سيطر على دبابة T-72 وأيضا فجروا دبابة أخرى بصاروخ ميتس وهرب عناصر الأسد من هذه الدبابة. أيضا اشتد القصف بالصواريخ بعدها على دارية، وحتى اللحظة لا زالت دارية تشهد قصف من قوات النظام ودوي انفجارات عنيفة جدا في المنطقة، وهناك أنباء أيضا عن عدد من الجرحى. أيضا المعظمية وهي يعني قريبة من دارية تشهد حملة شرسة جدا، هناك أنباء عن أكثر من 30 جريح جل حالاتهم خطرة ومعظمهم من النساء والأطفال. أيضا ارتقى 6 شهداء في المنطقة بينهم الحاجة أمينة علي حامد استشهدت بسبب نقص الأكسجين في المشفى الميداني. أيضا بالنسبة لي ولا يعني اشتعلت أيضا حرائق في معظمية الشام، وكان هناك صعوبة في إخمادها بسبب عدم توفر المياه في المنطقة وبسبب استمرار الغارات التي نفذت على المدينة. في حتيتة الجرش أيضا أنباء عن شهداء وجرحى جراء القصف العنيف بالطيران الحربي على البلدة. الزبداني أيضا وبيت سحم وحجيرة كلها تشهد قصف من قبل قوات النظام. في حوش بلاس اليوم في المنطقة الصناعية يعني استهدف فرع المخابرات الجوية من قبل قوات الجيش الحر، وأيضا حاجز مشمش وهو قريب من مجمع تاون سنتر على طريق أوتوستراد دمشق درعا بقذائف الهاون. هذه العملية يعني نفذتها كتيبة البراء بن مالك كما أعلنت ببيان. أيضا حجيرة البلد شهدت اشتباكات بين الجيش الحر واللجان الشعبية في أحياء السيدة زينب. يعني بالمجمل أوضاع إنسانية مأساوية في الغوطة الشرقية وفي الريف الغربي وأيضا في جنوب العاصمة دمشق. ديما، يعني تحدثت ربما عن 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 ما يجري الآن في مخيم اليرموك. يعني اتحاد شبكات أخبار المخيمات الفلسطينية أعلن بأن هذه المخيمات في دمشق وريفها هي عبارة عن مناطق منكوبة. هل يتشابه إجرام النظام يعني في ما يفعله بحق الإخوة في هذه المخيمات عما يفعله بحق أيضا السوريين في باقي المدن؟
نعم، يعني النظام الذي كان يدعي المقاومة استهدف مخيم اليرموك بطريقة بشعة، بقصف وأيضا بحصار. يعني حاصر هذا المخيم، منع الناس من إدخال المواد الغذائية حتى إلى المخيم. يعني معظم الفلسطينيين يحاولون الآن النزوح عن المخيم، يحاولون تدبر أيضا أمورهم خارج سوريا. يعني الآن الفلسطيني أصبح همه الوحيد هو الخروج من سوريا، لأنه مستهدف من قبل النظام مثله مثل السوري. أيضا مخيمات الحسينية أيضا يعني أعلن كمنطقة منكوبة، وهو جنوب العاصمة دمشق. هذا الاستهداف لجنوب العاصمة دمشق هو لا يفرق بين فلسطيني ولا سوري. الاستهداف تم على الحجر الأسود، على مخيم اليرموك، على القدم، وعلى العسالي، أيضا حجيرة والسيدة زينب وعقربة وببيلة، كل هذه أحياء منكوبة. النظام يتعمد محاصرة، منع دخول المواد الغذائية إليها. أيضا هناك دمار هائل في البنية التحتية، انقطاع متواصل للتيار الكهربائي منذ أكثر من شهرين، حيث تعمد النظام قصف مولدات الكهرباء في المنطقة وبالذات في حي الحجر الأسود. يعني أصبحت الناس هناك تعتمد حتى في التدفئة على الحطب فقط، لا يوجد كهرباء. يعني كما ذكرت هناك معاناة، وأيضا هناك نقص فظيع في المواد الطبية، حتى نعم الأمراض العادية يعني كالرشح يعني وحالات الإنفلونزا أصبح من الصعب جدا معالجته بسبب نقص المواد الطبية ونقص أيضا يعني كل متطلبات الحياة. شكرا جزيلا لك ديما الشامي، عضو شبكة شام، كنت معنا من دمشق. مشاهدينا